الأستاذ. نقدر هذا الموقف الجديد ونعتبره جزءا من دينامية دولية داعمة لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي. اليوم أسفرت هذه الجهود بقيادة صاحب الجلالة عن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، ونحن نأمل أن تكون هذه الدينامية عامل المساعد المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده. لقد ناقشنا أيضا مجموعة من القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في منطقة الساحل والملف الأوكراني، وجددنا موقفنا الداعم لوحدة أوكرانيا وسيادتها الوطنية في إطار مواثيق وقرارات المتحدة الهادفة إلى حل تفاوضي قائم على الحوار. تباحثنا كذلك بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، نتشارك مشاعر القلق إزاء النزوع للعنف والعنف المضاد بما يستهدف المدنيين. لن يزيد ذلك سوى من تفاقم وتيرة التصعيد والكراهية. نعبر عن قلق مشترك بشأن هذا الوضع، ونتمنى من جميع الأطراف تفادي أي تصعيد جديد بالمنطقة.